السلام عليكم ورحمه الله احبائي الكرام، اسعد الله اوقاتكم بكل خير. اليوم راح نعملوا مع بعض لو كاك ديزاين، يعني راح نبازي على الديكور اليوم، لانه لا جينواز كنت ديجا عملتها معكم من قبل. وانا راح نفارسي لو جاتو تاعي جوست اون كريم شانتيي اللي وسي عملتها معكم من قبل، ولو سيرو هنا. هذا هو الكيك تاعي، عملته دون زامورغون هكذا كما راكم تشوفوا دائري، وراح نبدا على بركه الله. هكذا نبدا نشرب الكيك تاعي بالسيرو اللي قلنا 200 غرام تاع ما 100 غرام نتاع سكر. نشرب الكيك تاعي، يعني حاجه خفيفه ماشي بزاف، باش نقدروا نعملوا المونتاج هكذا. نجيب لاكريم شانتيي تاعي اللي عملتها، راني عملتها معكم وصفات سابقة عملناها مع بعض هكذا. انا راح ندير في النص عندي شوية تاع لي فرومبواز، توت الكحل والحمر اختياري، يعني الحشوات تاع لي كيك اختياريين، الواحد يعملها سمحة. راح نزيد شوية تاع لاكريم هكذا، نرش شوية تاع لي فرومبواز لي فخيز لي فرومبواز بليتو وسي نوار، يعني غير البنة اختياري هادشي هكذا باش يمدونا لوكو. ونعمل الطبقة الأخيرة، أنا قسمتو غير على زوج، ما حبيتش نقسم على ثلاثة باسكو لو كيك ديزاين ما خاصش يكون تخوف خاجل ماشي كيما لا باتيسري. فوالا هكذا، ونحاول تبقى خفيفه نتاع لا شونتيي باش نعملو لا باتاسيو. هكذا غلفتها تبقى خفيفه بلا شونتيي، يعني باش ما نطولش عليكم تبقى خفيفه بلا شونتيي كيما راكم تشوفوا. انا راح نحطها على جنب هكذا، وراح نجيب لا باتاسيو تاعي. هنا عندي لا باتاسيو تاعي، عندي سكر غلاس اللي جبته قدامي، انا نسحق كبداية نسحق شوية برك ماشي بزاف، يعني ما راحش نسحق بزاف تاع باتا سكر. نحاول نخدموها بيدينا، هكذا تكون جديدة تكون سهلة الخدمة، يعني خلاص فوالا راها طرية وتمشي معايا غاية. نرش شوية في البلان طرافاي تاعي هكذا، نحطو سكر غلاس ما نخافوش، سورتو كي تكون الباتاسيو جديده، يعني عادة كي حليناها من لومبالاج تاعها ما يهمناش الباتاسيو، مي كي تكون قاعده عندنا شايحه من الافضل نخدمو بالزبده ولا الزيت في ايدينا، ما نخدموش خلاص بالنشا، ما نستعملوهش تماما النشا. كي تكون جديدة يعني معنيش، لأنه تكون طرية وتتلصق في الإيد. أنا هنا اللي راح نعبر به لو بول تاعي اللي عملت به لو جاتو اللي راح باش نغلف، أنا هذا هو اللي طيبت فيه لو جاتو تاعي. راح نعمل هكذا، ناخذ القياس إكزاكت ونحاول نقطع، أنا عندي هاد الآلة نقطع بها ولا خدمي يعني ما يهمش، نحاول نقطع العبر تاعي اللي عملته. نحاولوا بالعقل هكذا، نروح معاها وتوغ وتوغ فوالا هكذا. نجيب قدامي لو جاتو كمرحله اولى، هذه يعني المرحله الاولى تاعنا. يعني غير نحطوه، راه عندنا لاكريم، لاكريم ما جمدتش وما تجمدش لا شانتيي كيما على بالكم هكذا كمرحلة أولى. أنا راح نخليه دو كوتي ونعاود نجيب لاباتا سكر تاعي ونقلب لو جاتو ونعاود نسرحو لاباتا سكر. أما راح نجيب أن أوتخ كارطون ونقلب الجاتوية تاعي ديليكاتمون بالعقل هكذا، نقلبها نكمل نعملها لا شونتيي منها
دقة خفيفة. يعني ماشي شرط تكون ليس، ما يهمناش. هذا كي يكون لو غاتو كاري ولا حاجة وي لازم لا فينيسيون، بصح هنا حنا ما يهمناش باسكو منا ولا منا لا فينيسيون راح تخرج مليحة. نحطو قدامي هكذا، وعندي توجور لا باتا سكر ديالي هكذا بيضة اللي راح نحلها هكذا، نعمل شوية تاع سكر كلاص هكذا ونبدا نحل فيها. انا سرحت لاباط ديالي هنا هكذا، راح نخليوها على سمك 1 سنتيمتر ابري هكذا، ونخليوها خشينه كما راكم تشوفوا هكذا. نرفدها ونحط فوق الكيك ديالي كما راكم تشوفوا، يعني ما نستحقش ادوات كبيره غير بيديا باسكو عندي لاباط خشينه هكذا. وراح نقلبها مفيش هكذا، ما نستحقوا لا ادوات لا حتى حبه، غير بيدينا نخدموا نورمال عادي ما كان حتى مشكل. هنا هكذا كما راكم تشوفوا، انه حنا ما راناش عاملين غناش. انا هنا في هذه المرحله راح نحكمها ونقلبها في كارطون واحد اخر باش نكمل لا فينيسيون، لازم نقلبها باش نقد نكمل. على النص هكذا اوب، وما نخافوش منها عادي فوالا. ونعاود نبدا نطلع هكذا، ما نخافوش عادي نورمال فوالا هكذا كما راكم تشوفوا. حنا هنا قبل ما نعملوا لا فينيسيون راح ندخلوها الفريجيدير لاباط تاعنا تحكم روحها بيان كوم يلفو، ونرجعوا باش تشوفوا الفريجيدير. خرجتها وقلبتها كما راكم تشوفوا، وراح نحي الزوائد، نحاولوا ما نحيوش كيف كيف، نخليو شويه زياده حتى كي نسقمو عاده، ونعاودوا لا دوزيام فوا نحيو الزوائد هكذا كما راكم تشوفوا. هذا نحاول انا ننظف هذا لاكسيدون، ننظف كامل هاد لاكخيم اللي عندي اللي خرجت لي هنا باش نخدمو على النظافة. من بعد ما نظفت كامل الزوائد هكذا راح نعاود نرجعها في الفريكو فوالا، باش هاديك لاباط تحكم لنا روحها. كاين بعض الانواع تاع لي باتا سكر اللي يجيو ناشفين، وكاين اللي يجيو طريين بزاف، يعني اوني اوبليجي نخدمو وندخلو في الفريجيدير باش يحكمو ريسانهم. انا هادي عندي من هاد النوع. انا هنا جبت بول واحد اخر الكاطو تاعي خرج من الفريجيدير، حطيتها هنا قدامي، بدلت لها البلاصه. انا هنا كنت نستحق راسي صغير على هذا وما عنديش امور، استعملت غرفيه كي من هكذا ولا جينواز بلات نورمال، قصيتها بالغرفية وحطيتها في النص ودرت طبقة فوق طبقة كيما راكم تشوفوا، خليتها جمدت هكذا. دروك انا راح نقصها معاكم لي كوتي هكذا من بعد ما جمدت، باسكو لو كان عندنا المول ما نخليوهاش تجمد، بصح دونك ما عندناش المول نخليوها تجمد. نقص جوست لي كوتي تاع لو بوسان تاعنا هكذا، يعني دي فوا كي ما يكونش عندنا يا كاين واحد لي مول يعني ما نسيبوهمش متوفرين، نحاولوا نشوفوا كيفاش نخدموا بالامكانيات اللي عندنا هكذا. دوك نقص انا كامل لي كوتي ونعاود نفوت عليهم شويه بلا شونتيي. انا هنا راح نجيب لاكريم تاعي ونضرب حاجه خفيفه، يعني افان نفوت بلا كريم، راح نعمل تقريبا لاكريم غير حاجه خفيفه هكذا. كامل لو غاتو تاعي هكذا كيما راكم تشوفوا، ونحطها حتى هي قدامي من هنايا، ونجيب لا باتا سكر نغلف بها. انا هنا عندي باتا سكر صفراء هي اللي راح نغلف بها البوسان ديالي، رشه خفيفه نتاع سكر غلاس باش ما تروحلناش لا كولور نتاع لا بات، ونسرحها كيما باين هكذا هكذا. من بعد ما سرحتها نهزو لا بات ديالنا هكذا، نحاول نجيبها قدامكم هكا، لازم نزيد نسرحها شويه بلوس معليش
هكذا كما راكم تشوفوا هبطت معاها كامل هيدا، وانا نزير في لي كوتي. من بعد راح نقص زوائد هذا، نقص الزوائد نعاود نسلقهم. وانا نسقم بيديا ونسقم لا فورم او ميم طون. انا من بعد ما كملت راح نردو للفريجيدار ونرجعو للتكوين ديالنا. انا هنا جبت ثلاثه تاع لي كولور حطيتهم قدامي، جبت لو بلو فرونسي، جبت شويه تاع لو روج، وجبت شويه نتاع جون كما راكم تشوفوا. عندي اون بروسادون جديده نستعملها جوست للغاتو للديكوريتو، يعني هذه عندي في القجر جوست باش نخدم بها لي غاتو. نغمس في ان لي دي كولور هكذا البروسادون تاعي، ونقطرها مليح مليح، نقطرها ما نخلي فيها والو، ونبدا نرشو بهذه الطريقه هكذا. ونعاود نغسلها وندير الكولور الاخرى، نعاود نغمس في الغوج بهذه الطريقه هكذا، ونبدا نرش هكذا شويه بشويه، ونعاود الجون. انا هنا عندي الغوج ماشي قوي بزاف، نعاود الجون هكذا باش يكون عندي ان ميلونج دو كولور كما راكم تشوفوا. او ميم طو انا اللي نرش في الطابي ديالي هكذا كما راكم تشوفوا، نخليوها تنشف تماما هكذا باش تمد لنا ليفي نتاع انف بيضاء. هنا بقينا شويه تاع لاباتا سوك صفرا، حطيتهم قدام بعضهم من بعد ما كملت هكذا. راح نقصها على زوج، حاجه صغيره برك هكذا، نقصها على زوج شوفوا هكذا، ونحاول نرققها من كوتي واحد برك هكذا بيديا كوتي واحد برك بار هكذا. من بعد انا هنا عندي بانسو وشويه تاع الماء، يعني من كوتي اللي راح نلصق فيه ونحكمها اوب ونلصق هكذا بار كما راكم تشوفوا. ونعاود الثانيه نفس الشيء، بصح نحاولوا تكون شويه صغيره، يعني تكون شويه صغيره على الاخرى هكذا. توجور نعمل شويه تاع الماء بالبانسو ديالي هكذا، ونحكمها ونحاول نعملها فوق الاخرى هكذا هكذا فوالا هكذا كما راكم تشوفوا. هنا انا نستحق اورانج لا كولور اورانج، وعندي اورانج بصح فونسي بزاف، يعني باش نرد هكلا راح نخلط شويه اورانج من اللي عندي مع شويه بلد، يعني ناخذ حاجه صغيره حاجه شويه برك هكذا مع الابيض، ونمزج لوتو مع بعض حتى نتحصل على لاكولور اللي حبتها. هاي ليك لاكولور اللي تحصلت عليها، انا راح نقسمها على زوج، ما نستحقش كامل هادي هكذا كما راكم تشوفوا هكذا. نحاول نعطيها واحد العرض يكون معين، ونقص هكذا هكذا، ونحاول نسرحها هكذا كما راكم تشوفوا، ونشوف اسكو تجيني ولا لا. الى خص نزيد نقص، الى ما خصش نشوف هكذا حتى نتحصل على لاطاي اللي راني حابتها هكذا. انا عندي هكذا سابو، نعمل لها شويه ماء بالبانسو هنا من الكوتي اللي حتلصق فيه. عندي ان كوردون صغير، نحاول نغرسو هكذا هكذا، ونشوف البلاصه اللي راح نعمل فيها هكذا. انا عندي سابو فوالا، هيدا عندي سابو. هنا نلحقو نعملو العينين، في العينين انا عندي لو نوار، يعني حاجه صغيره هكذا، ونسرحوهم. يعني هاد الامور ما عندهاش عبر معين، يعني نعملو ونشوفو هكذا. انا عندي سيبو هادي راح نعبر عليها الاخرى تاع
تحصلت عليهم هكذا بمقاس كيف كيف، راح يكونوا كيف كيف. انا راح نعمل الماء في البلاصه اللي راح نعمل فيها هكذا، يلا ونحاول نلصقهم. هكذا نزيد البلاصه الثانيه، يعني على حسب الموتيف كل واحد واش ما يحب يعمل. لا انا اختاريت هذا الموتيف باسكو حنا هنايا عندنا في لافرانس، يعني راه كاين هذاك لاندي باك. نحاولوا نعملوا حاجه للدراري باش يهزوا معاهم ليكول هكذا. فوالا انا راه عندي سي بون كيف كيف. راح نجيب لا بودغ روج مارون بلوتو. عندي هنا انا ان بانسو شويه كبير وعندي لا بودغ مارون هكذا، راح نحط شويه برك في البوشون يعني حاجه خفيفه وننفض هكذا، ونحاول نعمل هكذا حاجه خفيفه يعني غير باش نظهر اللي جو فوالا. نشوف على بينكم ولا لا هكذا، هذا مكان هنا لاباط انا اللي بغات لي سرحتها وقصيتها هكذا كما راكم تشوفوا هكذا. راح نعاود نعمل الماء في البلاصه اللي حلصق فيها هكذا، نمسحي ان كويردون نمسحي في هذه البلاصه بالذات يعني تكون مقابله العينين، ونفس الشيء بالنسبه للجهه الثانيه هكذا ان كويردون ونمسحي مقابل العينين فوالا. ونشوفوا يعني عندنا ميزاننا جاونا كيف كيف ولا نقصوا ولا نزيدوا ولا نكحزوا، يعني دائما عندنا ميزاننا. انا راح نزيد نكمل الديكور ديالي. انا هنا بور لي بي كما راكم تشوفوا غير هكذا عشوائيا عملت كويرات صغيرين، وراح نعاود نعمل نفس الشيء بالماء هكذا لي دو، نعمل لهم الماء هكذا افيك ان بيك فوالا، ونغرسوهم في البلاصه اللي احنا حابين نعملوا فيها الرجلين سواديزون هكذا. نفس الشيء بالنسبه للكوتي الاخر هكذا فوالا فوالا، ونسقمو باش يخرجوا لنا بيان هكذا. انا هنايا حضرت كما راكم تشوفوا كانوا عشوائيا، شوفوا هكذا قصيت عشوائي يعني عشوائي باش تجينا زعما كما البيضه كي تكون مكسره هكذا. حضرت اثنين راح نخليهم ينشفوا باش نديكوريو بهم. استعملت هذا الديكور اللي راكم تشوفوا فيه، راح نوري لكم كيفاش نعملوه. ناخذوا اون بول كيما هكذا، جيست اون بول صغيره هكذا، نحاولوا ندوروها مليح في يدينا ونعطيو لها واحد الكوان هكذا كما راكم تشوفوا، ومن بعد نطبزوها كما راكم تشوفوا هكذا هكذا. انا هنا في هذه المرحله ناخذ هكذا خدمي نعمل لها هكذا في النص، ومن بعد نتني ونبقى نجبد هكذا، ونعطيها هذيك لا فورم بوينتي هكذا كما راكم تشوفوا، نعطي هذيك لا فورم هكذا بوينتي، ونعاود نحطها لهنايا هكذا كما راكم تشوفوا هكذا. نعاود نهز توجور لا باتاشي خضراء كما راكم تشوفوا. الديكور راح يكون عشوائي وان شاء الله يكون مليح هكذا. نعملو جيست حربوش طويل هكذا كما راكم تشوفوا، ونبداو نتنيو فيه هكذا كما راكم تشوفوا. هكذا ونحطو قدام لي تيج اللي عملناهم، لي في اللي عملناهم بليتو برا. طب عشوائي يعني التزيين راح يكون عشوائي. ونكمل. هنا عندي كولور وعد اخرى تاع لاباتاشيك، يعني اختيار الالوان راح يكون حريه كل واحد يعمل
اسما راهو حاب، انا نسحق حاجه خفيفه بوغ لا فلور هكذا، نسرحوها نسرحها مليح هكذا باش نعمل لا فلور تاعي، ونخليوها خشينه باسكو الديكور عندنا راه عنده فورم معينه هكذا. هكذا كما كنت تشوفوا حوس انا هنا في النص ونجبد الاخر، يعني ماشي هذيك لا فورم اللي باش لا تيج نديروها مشرشفايت ولا لا، سي العكس يعني، ونحاولوا نبليو هنايا نبليوها حاجه هكذا 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 بالبانسو تاعي، نبلل البلاصه اللي راح نحط فيها، راح نعملها في النص هكذا كما راكم تشوفوا، وراح ندير ان تي مورسو بيد هكذا، راح نعمل نفس العفسه تاع هادو اللي عملتهم باش نعملها في النص، يعني التزيين عنده شكل مختلف شويه هكذا فوالا كيما راكم تشوفوا هكذا. انا لي كوك ديالي اللي خدمتهم هادو هما نشفوا لي، شوفوا يجيونا كي من هكذا كي ينشفوا، ونحاولوا نحطوهم هكذا، نختاروا بلاصه مليحه وين نحطوهم، يعني عبروا على انا في كاسي، يعني نشوفوا كيفاش نقدروا نعملوهم هكذا فوالا. انا هنا خلاص التزيين ديالي معاكم كما راكم تشوفوا، انا راح نخمل البلان دو طرافاي تاعي ونحطه في طبق التقديم ونشوفوا لا فينيسيو مع بعض كيفاش خرجت. احبائي الكرام، كانت هذه النتيجه النهائيه تاع لو غاتو بوسان تاعنا اللي عملناه مع بعض، ان شاء الله ينال اعجابكم وتجربوه، ما تنساوش تخليوا لي ان كومونتير وتعملوا لي جيم. الى اللقاء، مع السلامه.